تذكرون أشعب؟ أشعب رجل يعني رغم وجحا، رغم أنهم ناس مضحكين، لكن كانت البداهة عندهم. أعرابي أراد أن رجل أراد أن أسخر من جحا، قال والله يا جحا ما عرفتك إلا بحمارك. يعني مين أشهر من مين؟ لا إله إلا الله. قال هكذا يا أخي الحمير يعرف بعضها بعضا، سبحان الله، لا إله إلا الله. طب ليه قلة الأدب؟ يعني انت مع جحا كلمه. لأن يعني في ناس والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله السلام، في ناس والعياذ بالله الألفاظ نسأل سبحانك يا رب. لما دخل على أبي جعفر المنصور في القصة التي تحفظون، أشعب ده العجب، قال أشعب أنت الطمع بتاعك وصل لفين؟ قال والله ما من عروس تزف في المدينة إلا وأظن أنها تزف لي. أي عروس؟ أقول إن شاء الله جاء عندنا بإذن الله، جاء عندكم إزاي يعني؟ وما من وليمة تولم في بيت من البيوت إلا وأيقنت أنني مدعو لها. ولما وقع سبحان الله في البئر وكل الناس اجتمعوا، هات يدك يا أشعب، هات يدك، لم يمد يده. واحد فاهم السيكولوجية النفسية بتاعه، قال خذ يدي، راح ماسك يده على طول سبحان الله، لأنه ما تعود على إيه؟ هات، وتعود على إيه؟ خذ. زي أولادنا كده، يعني أشعب ده يمثل أبنائنا، ما تعود يعطي. قول الولد اليوم كده إيه؟ إيه رأيك أن أنت ربع مصروفك الشهر هذا تخرجه لأطفال المخيمات في المكان الفلاني؟ يعني إيه هذا؟ أبويا غريب سبحان الله، وكذا وكذا. فأشعب في قصة تحفظون دخل على أبي جعفر المنصور، أبو جعفر ما شاء الله أخي كانوا حفظة، فيعرف أن فم أشعب يتلمض لما في يده، فمع طبق اللوز مكسرات هذه، فقال والله لو قربنا أشعب مني هاخد الطبق واللي فيه، خليه كده إيه يعني سنة سنة. فألقى إليه بواحدة، أشعب لم يلتقمها بيد، لم يلقفها بيديه، ولكن فتح فمه فسقطت فيها. عارف السلة بتاع العيال بتاع الطوال دول اللي تغب جنبهم تلاقي نفسك صفر السلة، سبحان الله. فقال يا أمير المؤمنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه عيب عليك واحدة كده، فألقى إليه بالثانية، قال فعززناهما بثالث. راح الثالثة فين؟ راح رميله الثالثة، قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليه. راح رميله الايه الرابعة، قال سيقولون خمسة سادسهم كلبهم، راح رميله الخامسة والسادسة، قال سبع ليال وثمانية أيام حسومة، سبعة والثامنة، قال وكان في المدينة تسعة ترات، راح رميله الايه التاسعة، قال له ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، راح ايه رميله عن، قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، رميله الحداشر، قال له إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله، المهم إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، قال له يا غلام ناوله الطبق. قال يا أمير المؤمنين انتظرتها من أول وهلة، ولو لم تعطني الطبق لقلت لك وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد. بالله عليك رجل أكون لكن حافظ، صح ولا لا؟ لكن احنا الاكل وعدم الاكل ناكله من هنا. اسمك ايه؟ اسمي، طب استنى لما انام واصحى اعرفك اسمي، سبحان الله، فلا اله الا انت سبحانك، سبحان الله.